نظم فرع ثقافة دمياط قافلة ثقافية في مدينة تفتيش كفر السعد ضمن مفاعليات المسارح المتنقلة في كرة حياة كريمة في إطار الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف دعم كرة حياة كريمة بالأنشطة الفنية والثقافية. هذا وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة دمياط الموسيقية وللغناء الشعبي، والتي قدمت مجموعة من الأغنيات التراثية الشعبية منها تحمير موسيقية من مختارات الفرقة. بيتم مصنع الغناء ده بينتقل ما بين القرى وبيقدم احتفالات يومية، وده بيقدم برنامج متكامل بيبقى عبارة عن ورشة للفن التشكيلي للأطفال وبعض الفقرات الشعرية والأدبية وحفل موسيقي يستفيد منه أبناء هذه القرى. بننقل للجماهير حياة كريمة، احنا من جهة حياة كريمة كأصول ثقافة بنعمل مبادرة معهم للآلات الشعبية والأدب والشعر والموهوبين بتوع القرية، وبنساعدهم سواء شعر أو غناء أو رسم أو موسيقى أو آلات شعبية. يعني هي بتتعمل لنا كل مرة على طول، وتكون حفلة جميلة على طول، وكلتنا نستفاد منها واهالينا وكله يستفاد منها. اتبسطت وانا قاعد بسمع الاغاني، اغنيه جميله بصراحه، واحنا قاعدين بنسمعها، يا ريت يعملوها كل يوم.